عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا أخوة، كما وعدناكم دائما بالمتابعة، قبل فترة من الفترات، ما يقارب 3 أسابيع، قمنا بتصوير الملفوف. طبعا الملفوف يا أخوة، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ناجح حتى سبحان الله. هذا الورق الذي يبدو عليه الإخضرار الشديد، أستطيع أن أتناوله بكل ثقة. طبعا من مواصفات هذا الملفوف في الزراعة المائية يا أخوة، لا يوجد به حرقة، حلو المذاق، له طعم سكري. يعني اللي حاب يزرع عنده لهدف السلطة، يعني دمج الملفوف بالسلطة، فستتمتعون به كثيرا في النظام المائي. طبعا قبل فترة لم تكن هناك الرؤوس، رأس الملفوف اللي يعني احنا ناخذ منه الثمر. طبعا الورق الكبير في بدايته هذا لا يؤكل، معروف يعني. الآن سبحان الله، بس هيك جولة، شايفين كيف الرؤوس ظهرت، الحمد لله رب العالمين. فلنبدأ من هنا على سبيل المثال. طيب هذا هنا رأس ملفوف، هذا رأس ملفوف، شايفين يا اخوة، هنا رأس ملفوف، هنا رأس ملفوف، كله الحمد لله. يعني هنا أنا بسوي مجموعة لا بأس بها، يعني لا أتحرج من التناول، يعني أتناولها وأكلها. سبحان الله، كمان الملفوف ربنا سبحانه وتعالى حاميه، بتلاقي أنه عليه كمادة مخملية لا تتعرض للأوساخ نهائيا. يعني أنه تطلع الورقة، على سبيل المثال نقطف ورقة، هذه أنا أكلت منها كثيرا، يعني حتى أنا أشعر بأنها قد حزنت مني، يعني سبحان الله مثل ذلك مباشرة تؤكل. حلوة المذاق، لا يوجد بها حرقة، ممتاز. يعني أنا في الحقيقة لا أرغب في عمل ملفوف مطبوخ، أرغب بتناوله كما هو ني. يعني يا اخوة ممتاز جدا. هذا هو بشكل عام الملفوف. الملفوف بشكل عام يا اخوة، يعني كما يعني من خلال تجربتي المتواضعة وما اتوقعه، يعني ينمو الملفوف سواء كانت الاملاح متدنية او كانت مرتفعة. يعني فحص الملفوف لمدة أسبوعين متتاليات على النظام تعدى 2000 ملوحة، والحمد لله ممتاز جدا، ولكن ظهر عليه بعض الإحمرار كما تلاحظون. وبالحقيقة هذا الإحمرار أعطاه قوة نكهة، يعني صار عندك قوة في النكهة. وبشكل عام ما شاء الله ممتاز النظام، لا يخلو، يعني آسف، يخلو من المشاكل، لا يوجد به عيوب. قد يكون أو يعني الذين يزرعون الملفوف يقولون الملفوف يعني يجب أن يكون أكثر، يعني لونه أفتح من هذا اللون، غامق يعني كثيرا عندي. ولكن كما قلت، الهدف هو السلطة، يعني مش اللف. وإن شاء الله سنصوره بعد فترة، ويعني إذا قمنا إن شاء الله بإنتاج أو صار عندنا رأس كبير، سنقوم إن شاء الله بطبخه. يعني هذه بس نبرة أو نبدأ سريعة على زراعة الملفوف، وشكرا جزيلا لكم.